بيوت. صباح الخير دالي. تحية لكل الناس اللي يتابعوا فينا على ترددات نسمة، تحية لكل الأشقاء في المغرب، في الجزائر وفي ليبيا، الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي قاعدين نتواصلوا معاهم ويطلبوا فينا باش نوصلوا بحذاهم، إن شاء الله ربي يسهل ونوصلهم. لكن حبيت نبدأ احنا في بير البي، دونك في بير البي قريب للكوت، قريب للبحر، قريب البرج السدرية، قريب الحمام لمف، قريب لسليمان، لكن الناس تعوم في البحر واحنا نعوم ونغطسوا في العرق. أهلا كل موش هذايا الاشكال احنا جينا حابين نشوفوا السوق الاسبوعيه في بير البي شنو احوالها. بدينا بولد زهره، بولد زهره من اللي خلطنا لهنا وهو يعيط الدنيا رخصت وكل شيء بدينار لهنا، معناتها عامل ريكلام قريب باش يعمل لك المسجله. مثال شي جاب ايجا وقول لي ايجا وعاود قول لي ايجا وعاود قول لي ايجا وعاود قول لي كيف الروتي بدينار والحلو بدينار والمسكي بدينار والشعباني بدينار، زوز كيلو بصل بدينار، بطاطا ب 700، قراب وتوزينه بدينار، بتنجيل بدينار، اسوام شعبيه عند ولد زهره وطماطم ب 600. باهي ولد زهره هذه اسوام رسميه مش شعبيه. شعبيه. رسميه. رسميه. اي. باهي صانعك هذايا قليله. كل شيء بدينار. كل شيء بدينار دونك باهي. مساش نعملوا اليوم سلطه من شويه ولا هنا من الصباح ويقول لي اجي صور راني باش نصور القناوي ب 800. شبيه بلاش بلاك ب 800 فرنك القناوي. اي يا اخي خاطر ب 800 ما نحطولهاش بلاكه. حط له بلاكه ب 800. حط له بلاكه حط. اي 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 حط له بلاك. بالفعل بالفعل نحطوا له بلاكه. برا نمشيو. باهي خلينا نقولوا اليوم انا سلطه مشويه حسين، اما كنت ديما امك صنافه وتعرف الطيب. عسلامة بنوته. عسلامة على سلامتك لله. اهلا بك. عايشك. مرحبا بك. عايشك. عسلامة. قول عسلامة. لا هي في الزيت. شنو هي؟ بالاخص الملاك. ملاك البكاري. نحييوك يا ملاك وها والجمهور نتاعك لهنا في وسط السوق، مرحبا بك. ملاك عايش اختي بلي ماذا بيا يتوصل المساج سي نبيل القوي باش يعاودني وما ينسانيش. ان شاء الله. هو نساني راه. لا لا ما ينساوكش. اما راه ثم برشا طلبات. لا لا. الحمص ب 5000 صحيح. حسين خلينا ناخذ شويه عنب لهنا. بلاش قلوب. عنب هكا بلاش قلوب كحل وفتح. كحل تحب تاكل صفرة ولا الكحل؟ كحلة. كحلة. باهي. هيك. راه وقول لي اعطيني رايك في المباشر، نحب نسمع رايك. شنو هو حلو؟ شنو هو حلو؟ عسل. عسل. باهي 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 سي حسين هذايا معناتها هو. رد بالك رد بالك وراك المراه سامحونا. اي اي سايس روحك سايس روحك. خذ البطاطا ب 700 كما قال لنا ولد زهره هكا موجوده غاديكا واصله كاكا. خلينا نشوفوا منا ومنا بالله ما نقعدوش مركزين على جنب واحد خاطر شبيها الاسعار شبيها. باهي باهي الله يبارك. من ديما هاللبس اللي قاعد يقع احنا رانا نصوروا ونوصلوا اصوات الناس، ماناش احنا اللي باش نتحكموا في الاسعار. احنا نقترح، الصحافه هي عندها الاقتراح، لكن احنا اون بروبوز والمسؤولين يل ديسبوز، معناتها مش احنا اللي رانا باش نقروا نخفضوا في الاسعار ولا نضغطوا على الاسعار ولا نعملوا. احنا نجيو نصوروا هنا قاعدين نوصلوا في اصوات الناس على المباشر وقاعدين ندوروا معناتها تقريبا في كل، وان شاء الله في القريب العاجل باش تكون عندنا جوله. اهلا بك الله يعينك صافا. باش تكون عندنا جوله كبيره في داخل الجمهوريه ان شاء الله باش ندخلوا الاعماق نتاع الجمهوريه هذه باش نسمعوا ونوصلوا اصوات الناس ونشوفوا زاده احوال الاسواق غاديك. دونك هذا الرول نتاعنا، هذا دورنا احنا لهنا. قد اسوم الملسوقه بعد رمضان؟ اي 800 من رمضان هي في 800 شبيها ما تحتش. هذا تو باش غلوا فيها باش تولي ب 900. عليه اش عملنا لك؟ كل شيء غلا. كل شيء غلا حتى من الملسوقه باش تغلى. قالت لك المراه هيك يا ولدي يزي ما ثماش اسوام كيما هكا. جمله جمله وتفصيل. جمله وتفصيل مثبت. لا لا مش هكا مش هكا مش هكا مش هكا. اش عندك فيهم؟ اش عندك فيهم؟ صغيرات صغيرات حسين هذوك صغيرات من يبيع بالغالي في الاختصار. يبيع بالغالي مستحيل اقسم بالله. فماش مارخص من الاسوام تاع طماطم 200. شنو هي طماطم؟ طماطم طماطم الكعب 200. منين جبتها؟ من قربه. من جفاه من قربه. شنو تبيعها بدينار؟ مستحيل خليه
ايوا ايه والفلفل بقداش؟ الفلفل كيلو ونص بدينار. كيلو ونص بدينار يا باهي يا باهي، هذه دعوه. والبطاطا ب 500 كلها من قربه، هذه ما لا تنصب من الراحات في سوق قربه. سوق قربه باهي باهي. لا لا ما نحب حتى شيء، نحب الاسوام تبدا باهي للعباد هكا هو. اما تكون اسوام رسميه مش اسوام تاع الكاميرا. هاو يا سلام، راه نقول لهم باش نبيع برخيص قد ايه. باهي باهي، من غير ما نسالها عاد هكا. هاو البوتابقايه لهنا ب 14.80، العوينه بدينار و200 مليم. التفاح شنو الكيلو بدينار و200؟ هذا التفاح جربه، هذا التفاح جربه ولا التفاح الجاهل؟ هذا نتاع الشمال. شويه عشويه باهي الاسوام اليوم في السوق. طبعا لاباس باهي الحمد لله. والدبارة شنو هي اليوم؟ لوبيا قناويه. قناويه بالبرشني ولا بالعلوش؟ لا بالعلوش. بالعلوش ها. ما سي حسان هذا ديما يحكي لنا على القناويه بالبرشني. باهي. يا ولدي ما يسالش، خليه هو يتكلم، خليه. 503 يبلف. 3 ربات يبلف باهي. باهي يا اختاه اختاه. صحيح كلامه. خضاره مع بعضنا احنا. انتم خضاره مع بعضكم. هاي برا. فهمني هاي اقسم بالله. على السنة. 500 طماطم باهي. ابعد شوية. ابعد. حسان خذ البصل اللي قال لك زوز كيلو. نقول لك ابعد بعد. اجي نشوفوا من هنا الواحد. 3 كيلو بدينار باهي. قداه؟ قداه هذا؟ 300. الرابطه نكمل تنقول لك. داكورد داكورد داكورد. اوكي احنا خلينا نشوفوا العوله بالله. مثال الشيخ حسان خذ لك التابل ب 4000 بتباع على خاطر هذا اللي ب 4000 لهنا التابل. 3000 برك. وبالطاسة بقداش بالربعية؟ بالكيلو كاهو. الساعة داكوردو. لهنا نشوفوا الفريب ما يسالش اللي تبدا كما قلنا احنا الملاذ نتاع التونسي اليوم هي الفريب. شوفك الاقبال تبارك الله على الفريب. رانا متنا بالجوع. يعطيه الصحة. لطف عليك حاجات. يعطيه الصحة. شعلينا احنا في قيد سبسي، خلينا نحكيو احنا. قيد سبسي وكنا الحم وكنا كل شيء. الله يفضلهون. نكملوا بالغلة نشوفوا الأسوام نتاعها. خلينا نكملوا بالغلة لهنا كيف كيف. التفاح دينار و200 والبوتابقاية دينار و200 والمشماش دينار و400. دونك هكا نكونوا كملنا احنا الجولة نتاعنا في السوق الأسبوعية في بير البين. نتقابلوا غدا بإذن الله في موعد متجدد. نذكركم وأنه إن شاء الله في القريب باش تكون لنا جولة في أعماق البلاد. إلى اللقاء.